تحياتي للجميع. رمضان على الأبواب، مشروب رمضاني بامتياز مشروب التمر الهندي. مشروب التمر الهندي يؤخذ على البارد. مشروب التمر الهندي من أشجار تزرع في أفريقيا، في الهند بكثرة، في المكسيك. أشجار التمر الهندي بتخرج الثمار. الثمار شبيهة في الفول السوداني، بس لونها بيكون أحمر أو بني غامق. فبتنشال البذور وبنعمل منه معجونة التمر الهندي، هاي اللي بتوصل للبيوت، وبنعمل منها شراب التمر الهندي. شو موجود في هذه النبتة أو التمر الهندي؟ كمية كبيرة من المغنيسيوم، وهذا اللي بعطيه اللون البني. والمغنيسيوم عارفين كديش أهميته لاسترخاء العضلات وتخفيف الآلام وحرق السكر. المغنيسيوم أساسي. شو كمان؟ كمية بوتاسيوم مش سيئة، يعني كويسة كتير. وإذا بنحكي بوتاسيوم يعني جيد لعضلة القلب، لنشاط في الأوعية الدموية، بخفف الكوليسترول الجيد السيء اللي موجود باحتوائه على مضادات الأكسدة اللي بتعطيه شوية حموضة. مضادات الأكسدة والحموضة هذه اللي احتوائه على فيتامين سي بكمية كبيرة، يعني مضادات أكسدة قوية لتخفيف كل الالتهابات في الجسم، ومنها اللي بتصير في المفاصل واللي بتصير في المفاصل كبيرة. يعني إذا بنحكي عن كالسيوم وبنحكي عن مغنيسيوم، ولسه كمان فيها حديد وفيها فيتامين سي وما أشعة الشمس، في هيك أنا ضمنت إني أمتص الكالسيوم بشكل أفضل ومع فيتامين وفعل فيتامين المغنيسيوم وتفعيل فيتامين د لإيصال هذا المغنيسيوم مباشرة للعظام لتقوية العظام. فالتمر الهندي من هذه الفوائد اللي حكينا عنها، كويس لمنع الامساك او الاضطرابات المعوية، حينزل الضغط لانه مضر للبول، يعني حينشط الدورة الدموية، وحيعمل على تفتيح الشرايين. تفتيح الشرايين لانه نيتريك اوكسايد بيحفز انتاج غاز النيتريك اللي في داخل الشرايين، فبيوسع الاوعية الدموية الدقيقة، ومن هون هذا مقوي جنسي سواء للرجال وللنساء، يعني حيقوي الحيوانات المنوية وقدرة الانتصاب للرجال، والنساء حيعطيهم طاقة للحرق لأنه حارق للشحوم بكل هالمواد الطبيعية اللي موجودة فيه وهالألياف المذابة في الماء وغير الماء. فإذا بنشربه قبل الأكلات كاسة، ساعتها بيساعدنا في تنظيف الجهاز الهضمي، منع الالتهابات في مجاري الجهاز الهضمي، وعملية مسارعة تنظيف، يعني ديتوكس خفيف نظيف مع عناصر معدنية قوية. بقوي الدم طبعا، احتواءه على فيتامين، في فيتامين بي 6 وفيتامين بي 9 اللي هو الفوليت، موجودات في التمر الهندي. التمر الهندي في من الفيتامينات هذه اللي موجودة فيه، بحفز السيروتونين، ومع المغنيسيوم يعني بيكون مشروب جيد أشربه إذا عندي صعوبة في النوم في الفترة المسائية. هذا حيخليني أقدر أنام، بخفف القلق، بخفف التشنجات هذا المشروب. طبعا هذا المشروب سهل عمله، فقط إني أغلي مياه وأوضعها على ملعقة ملعقتين من التمر الهندي وأتركها منقوع على 4-5 ساعات، وبعدين أشربها بالطريقة هذه. المسحوق تاعه، إذا بدي أستخدمه كمسحوق تاع التمر الهندي أو أستخدم الباقي من هذا المشروب، ممكن أحط عليه بعد ما أصفيه، أحط لي عليه ملعقة من الكركم، نص ملعقة من الفلفل، وهي بصير في عندي معجون كويس إن أحطه كلزكات على المفاصل. مثلا الركبة بتوجعني، بحط هاللزكة من التمر الهندي والكركم والفلفل على منطقة الركبة لمدة ربع ساعة نص ساعة، وبعدين بغسله، هذا حيخفف الآلام. مضادات الأكسدة، مخففات الآلام هذه القوية، هذه مش بحاجة لحمض معدي إنه يهضمها لإنها يتم امتصاصها. مضادات الأكسدة تمتص مباشرة إذا وضعناها على الجلد، وبتدخل على الدورة الدموية وبتعمل مفعولها.
بتعمل مفعولها، وهي كل المستحضرات الطبية بوضعوا الشغلات الخارجية لامتصاصها عن طريق الجلد، فما بدنا عملية حمض معدة. والشغلات القوية كمضادات أكسدة إذا دخلناها وأكلناها بيروح مفعولها بشكل كبير، زي مثلا البروباليس أو صمغ النحل، أقوى مضاد للأكسدة وأقوى مقوي للمناعة. بس هذا ما بتاخد إنه نأكله أكل أو نحطه في المياه ونشربه، هذا بتاخد نقطتين ثلاثة تحت لسان فقط، وبتم امتصاصه والمحافظة على فعاليته. على كل، تنميل الرجلين، خضران الرجلين، الأعصاب، فيتامين بي 6 موجود في كثرة. فيتامين بي 6 من الفيتامينات اللي ضرورية للأعصاب، لبناء الأعصاب، وخفف من حالات التنميل والخضران. يعني بدي أشرب منه وأنقع أو أحط كمادات مياه فاترة من هالمحلول هذا من تمر هندي. مع أشعة الشمس الحلوة هذه، هاي أخذتوا كمان فيتامين دال في المعية، لأنكم يعني لما تتعرضوا للإضاءة هاي، لما تشوفوا إضاءة بيضاء الشبكية تحت العينين تستقبل هاي الإضاءة، تستقبل هاي الإضاءة، فحيصير عندكم شعور في الراحة والنفسية الجيدة بمجرد فقط ما شفتوني طالع لكم في جو شمس. فأنا بس بستغل الفترة، يعني بقول خلينا نفيد ونستفيد. شكرا لكم، بلشوا جهزوا للوصفات الرمضانية هذه الصحية. سلامات. كمان آخر شغلة، بقوي الذاكرة، بقوي الذاكرة مش لأنه في كل هاي العناصر والمغنيسيوم والسيروتونين وتحفيزه، بقوي الذاكرة لأنه أول ما نشمه هذا برجع ذاكرة الحبايب واللمات اللي في رمضان، والوالد أو إمنا أو أخونا كيف كانوا يعملوا التمر هندي، وكانت هالكعدات الحلوة والأوقات الحلوة اللي إن شاء الله إن شاء الله بترجع. شكرا لكم، تحياتي.